إذن ريبوك بلاير أوف ذا جيم هو اللاعب أحمد إبراهيم. تصويت كثيف إجاك 73% صوت لك الجمهور بده إياك أنت اللاعب الأفضل بالجيم. قد إيه كنتوا مرتاحين اليوم بالجيم قدرتوا تفوزوا فيها بهالفرق الكبير أحمد؟ أول شيء بدي أتشكر كل اللي صوتوا لي، ثاني شيء كان عندنا 10 دايز ما كان في جيمز وإجرينا كانوا فريش، بلشنا بالديفنس وطلعنا عليهم والأوفنس إجا لحاله. أحمد يعني قد إيه مهم هذا الفوز لكم السادس ورا المتتالي قبل لقاء الدربي الكبير بينكم وبين الحكمة رح يكون ملعب غزير، شو بتوقع جمهور الرياضة بهذه المباراة؟ بتعطيك كونفيدنس كثير قوية أول شيء إنه ما خسران وبتخليك تلعب أكثر، وإن شاء الله رح يكون مثل العادة جيم بيعقد بالحكمة. مين رح يكون بطل مرحلة الذهب أنت ولا الحكمة؟ إن شاء الله نحن. قادرين برأيك تفوزوا بغزير مثل ما عملتوا بآخر مباراة لكم بنهائي بطولة لبنان؟ إذا ما شفت مين ما كان عم بيلعب من الحكمة خاصة ضد المتحد بالمتحد فكل شيء بوسيبل يعني أكيد ما فينا يعني. بدي أشكرك أكيد أحمد بسرعة بنشوف.